السلام عليكم مشاهدين كرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وتغطية جديدة أقدمها لكم من معرض النجف الأشرف الدولي للكتاب بدورته الثالثة. تغطيتنا ستكون خاصة ومفعمة فقراتها بالكثير من المواضيع الخاصة بهذا المعرض ودور النشر المشاركة فيه. القيانة وفقرات هذه التغطية. لازلنا مشاهدين الكرام نتصفح أروقة معرض الكتاب الدولي في النجف الأشرف، ومثل ما تشاهدون ما شاء الله يعني دور نشر كثيرة في هذا المعرض. نعطي صورة أكثر عن هذا المعرض ودور النشر الموجودة فيه من خلال لقائنا بالمتحدث الرسمي لمعرض النجف الأشرف الدولي للكتاب. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ حيدر الموسوي، السلام عليكم وقواكم الله. دو الله حيلك، وأهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام، وشكرا لقناة الأيام الفضائية على تغطيتها لهذا الحدث الكبير في مدينة النجف الأشرف. أستاذ حيدر، أعطينا فد صورة نستطيع أن نقول ولو لمسات لدور نشر المشاركة، المعرض، الكتب، العناوين. يعني منذ 10 أيام انطلقت فعاليات معرض الكتاب الدولي بنسخته الثالثة المقام على أروقة معرض النجف الأشرف الدولي بمشاركة 18 دولة عربية وإسلامية وأجنبية بواقع أكثر من 300 شركة ودار نشر وتوزيع. يحوي هذا المعرض أو يعني يكون بأكثر من 1,000,000 عنوان مختلف، التخصصات الهندسية والطبية والاجتماعية والإسلامية والثقافية وغيرها، وحتى لباقي الأديان والمذاهب الأخرى تجدها اليوم يعني متوفرة في معرض الكتاب الدولي. اليوم هذا المعرض يعتبر واحة كبيرة يرتقي به طلبة الدراسات العليا، البكالورياس، وأيضا طلبة الحوزة الكريمة من أجل الاطلاع على آخر المصادر والبحوث والمؤلفات اللي تحوي. اليوم المعرض يعني تشارك به 18 دولة، يعني نجد به كل الثقافات اللي موجودة من هذه الدول المشاركة من مؤلفات ومن قضايا اجتماعية وأدبية وسياسية واقتصادية. اليوم نجدها هنا بمعرض الكتاب بهذه المدينة، مدينة الأدب والأدباء، وأيضا مدينة أمير البلاغة والبيان الإمام أمير المؤمنين. على هامش هذا المعرض يعني كان هناك إقامة الكثير من الندوات والمحاضرات وأيضا الأماسي الأدبية والشعرية والثقافية التي رفدت هذا المهرجان ورفدت طلبة الدراسات وأيضا المجتمع، سائر المجتمع النجفي ومن الفرات الأوسط. اليوم نلاحظ كثير من الزوار ورواد هذا المعرض هم من المحافظات العراقية من البصرة إلى زاخل. اليوم لاحظنا حتى من الأكراد أكو هنا، من الموصل إجا، ومن الأنبار، من البصرة، من كل المحافظات العراقية على مود يطلعون على هذه المؤلفات والمصادر المتنوعة اللي تتوفر هنا معرض النجف. أيضا هناك كان أكو مبادرات كبيرة للجهات الحكومية والمؤسسات الحكومية العراقية مثل وزارة الشباب والرياضة، مثل وزارة النفط، مثل
ديوان محافظة النجف وأيضا غرفة تجارة النجف وحتى هيئة الحشد الشعبي أطلقوا مبادرة، هي مبادرة اقرأ، شاركوا بها بتوزيع قسائم مجانية قيمة القسيمة 25,000 دينار، هذه خاصة لكل شرائح المجتمع العراقي، وزعوها مجانا من أجل دعم الكتاب وإعادة الكتاب رونقه وهيبته من خلال الاطلاع المباشر به وأيضا اقتناءه وشرائه، وأيضا لطلبة الجامعات وطلبة الدراسات العليا وأيضا طلبة الحوزة الكريمة. اليوم نلاحظ إقبال يعني كبير ونجاح كبير لهذا المعرض في مدينة أمير المؤمنين. اليوم نلاحظ يعني الكتاب في هذه المدينة إلى رونقه الخاص، يعني نستطيع أن نقول معترك لتلاقح الأفكار في هذا المكان بين ثقافات مختلفة وأعراق مختلفة، 18 دولة عربية إسلامية علمانية. الهدف اليوم من هذا هل يا ترى اختلف عن سابقه من إقامة معرض السابق؟ نعم، يعني اليوم معرض الكتاب كل نسخة تجد بها فد قضية جديدة، ابتكار جديد، من أجل أن يكون هذه المدينة، مدينة النجف، هي من المدن العالمية اللي تجمع كل العالم وكل أطياف الكرة الأرضية. اليوم تجدها اليوم موجودة بمدينة النجف، يعني بالنسخة السابقة كان هناك ما يقارب 9 دول أو 10 دول مشاركة، اليوم 18 دولة مختلفة عربية وإسلامية وأجنبية. نلاحظ من لندن، نلاحظ من استراليا، نلاحظ من سعودية، إمارات، بحرين، إيران، لبنان، سوريا، مصر، فلسطين. أستاذ حيدر، الخطط المستقبلية اليوم إقامة هكذا معرض تطور عن السنة السابقة، ضعف الدول المشاركة، خطط المستقبلية مثل هل بإمكانكم أن تفاتحون وزارة الثقافة جهات رسمية لدعم وهذه المبادرة؟ نعم، يعني إدارة معرض النجف الأشرف ساعية بأن يكون هذا المعرض في هذه المدينة هو من المعارض اللي تستقبل الدول وتستقبل الكل، وإقامة مختلف الفعاليات والنشاطات اللي تقام على أروقة هذا المعرض من خلال المعارض الطبية، المعارض الصناعية، المعارض التجارية، الزراعية، الصناعة، حتى السيارات وكافة الأمور ومهرجانات التسوق. أيضا اليوم هناك خطة كبيرة واستراتيجية، وخاصة اليوم نلاحظ أنه حتى الحكومة الجديدة ومجلس محافظة النجف الأشرف الجديد والحكومة المحلية الجديدة داعمة هذا بقوة بشكل لافت وكبير من خلال أن يكون هذا المعرض هو واجهة النجف الدولية. مشاهدينا الكرام، معي صاحب مكتبه الاستاذ نوار محي الدين، وايضا له باع في دور النشر وعلاقات. رايك بهذا المعرض، معرض الكتاب في النجف الاشرف؟ بدايه هو يعني كتجربه لا باس بها، تجربه رائعه، ولكن لابد ان يكون للدوله بصمه على اعتبار زياده الدعم، اشاعه القراءه
يعني حتى وإن كانت مؤسسة أهلية هي من تولت عملية التنظيم وحصلت على يعني بعض الدعم من الجهات الرسمية، لا، لابد أن يكون على نطاق واسع على اعتبار المعرفة ليست حالة عرضية بل هي أمر أساسي وواجب بالنسبة يعني لابد من وجودها لشبابنا لشاباتنا لجميع أفراد الأسرة، حتى يعني التعريف بأهمية القراءة باعتبارها ضرورة في مواجهة ما موجود اليوم في صفحات التواصل الاجتماعي مما يمكن أن نطلق عليه كميات يعني لا عد لها ولا حصر من المعلومات المضللة، من السلبية، من الإحباط. هذه أثرت على يعني الكثير من يعني من شرائح المجتمع خاصة فئة الشباب. لابد أنه اليوم أن يتم التعريف بأهمية الكتب، بأهمية القراءة، كما كان سابقا العراق معروف بالقراءة، العراق معروف بالطباعة والتأليف وكثير من يعني مما يدور في فلك المعرفة. نتمنى إن شاء الله أن تكون تجربة العام القادم هي تجربة أكثر نفعاً، أن توزع كوبونات بشكل أكبر لدعم شريحة الشباب اللي هم ما عندهم قدرة واستطاعة اليوم أنه يقتنون عدد كبير من الكتب اللي يحتاجوها. ليش؟ لأنه كلفة صناعة الكتاب هي بالأساس كلفة عالية مثل أي سلعة اليوم، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار وغيرها من الأمور اللي تفرض على يعني ارتفاع ثمن الكتاب. أستاذ نوار، قدتني إلى سؤال هو الفرق بين الكتاب الذي يعد مصدرا ومعلومة موثوقة بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من المعلومات والكم، وكل من هب ودب ينزل لفد معلومة. اليوم بإمكان نستطيع أن نقول شبابنا المعاصر نستطيع أن نقول اليوم القراءة رجعت إلى مياه مجاريها؟ لا، احنا ما نقدر نقول انه وصلت الى هذا الشيء، لانه اليوم هي المشكلة عالمية الصراحة، لا يعني لا تقتصر على العراق، لكن انا اقدر اقول من حسب متابعتي البسيطة انه العراق يعني نسبة القراء به كقراء نوعين مقارنة بافراد الشعب مقارنة بعدد نفوسه قليلة مع الاسف الشديد، وهذا اللي تابعته انا. ويعني بسبب أنه البعض يعتقد أنه الكتاب الورقي زمن انتهى، البعض الآخر يتوهم أن التواصل الاجتماعي حل محل الكتاب الورقي، والحال أن التواصل الاجتماعي سلب أوقات الناس ولكن لم يعطهم المعلومة المفيدة التي يعطيها الكتاب. فإحنا نناشد الجهات الرسمية أنه تتدخل وتجعل أهمية القراءة وباعتبارها ضرورة من البداية في المناهج الابتدائية، التعليم على أنه القراءة ليست أمر عرضي وليست أمر طارئ وليست أمر محبب فقط، بل هو ضروري حال حال كثير من الأمور. يعني لابد أن تكون لكل طفل مكتبة منزلية حتى ينشأ على حب الكتب. تنوعت أجنحة معرض النجف الأشرفي الدولي للكتاب بين الأكاديمية وبين القصصية وبين الطفولة وبين الجادة، وأيضا هناك كتب فنية في هذا المعرض. ألتقي بالفنان. السلام عليكم أستاذ ناظم. عليكم السلام والرحمة الأخوي. قبل شوي كنت أسولف بأنه هذا المعرض متنوع، حتى كتب فنية موجودة والفنانين أيضا
يصفحون عروقة المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حقيقة هذا المعرض هو النسخة الثالثة، تتميز بأنه كثرة المؤسسات ودور النشر والمكتبات ومن مختلف البلدان العربية، وبيه كم ونوع يعني مختلف العناوين، يعني حتى طالب الدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراه يمكن إذا يبحث عن المصدر يجيب هذا المعرض. لكن أنا كنت أتمنى أن يكون الإقبال يكون أكثر مما ينبغي، أكثر من ذلك. ولكن السبب ليش؟ السبب أنه أكثر الكتب هي أكثر من السعر المقرر أو نقول غالي شوية. نتمنى أنه السنوات المقبلة أو المعارض القادمة إن شاء الله أن يشار إلى سعر الكتاب يكون مناسب مع المقتني، الرجل اللي يشتري. يا أخي بالنجف كلما أسأت أي بيت تدخل للنجف، بيوت الفقيرة تلقي بها مكتبة، كل البيوت النجفية بها مكتبات ولو تكون صغيرة ما يخالف، لكنه من يجي يصطدم بسعر الكتاب هذا شوية يطلع نقول مو ضايج، بس يعني يتمنى أنه السعر يكون أقل حتى يقتني هذا الكتاب. أنا شفت عدة كتب، أنا أخذت مو ما أخذت كم كتاب لأنه احتاجيتهم، وصح غاليات بس مو مشكلة أنا محتاج لأنه الموضوع مهم. بس أكو ناس ما يقدر مثلا يشتري بس هو بحاجة لهذا الكتاب. نتمنى أنه السنوات القادمة أن تكون فعلا هو كم ونوع كبير في هذا المعرض، ولكن السعر شوية. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نلتقي بالمعرض القادم نكون أكبر من هذا المعرض. لا تزال النجف منارة علمية منذ أن حط في رحالها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه حينما انتقل من بغداد إلى النجف، وتكونت هذه الحوزة العلمية والمدرسة والجامعة الكبيرة، والتي لا زالت ترفد المكتبة الإسلامية والعلوم الإسلامية بكل جديد وبكل نافع، وتستنشق عبرات وبركات أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومن جملة النتاجات العلمية العظيمة في الحقيقة هو هذا المعرض، معرض الكتاب الدولي الذي يضم كل الدول تقريبا الإسلامية وفي مختلف الأفكار والاتجاهات، يعني خلينا نقول باب ومتنفس للمثقف لكي ينهل ما يطلبه ويبتغيه من العلم والمعرفة، خصوصا في هذا الجو المنفتح على العلم. اليوم أصبح العالم قرية صغيرة بل أصغر من قرية في ظل مواقع التواصل وفي ظل التطور العلمي، والإنسان ينشد العلم، يعني هو بطبيعته بفطرته ينشد العلم، فيحتاج إلى مثل هكذا نشاطات علمية. والكتاب هو الجليس الذي لا يمل، والإنسان القارئ إنسان واعي. الإمام الصادق عليه السلام يقول العالم بأمور زمانه لا تهجم عليه اللوابس، يعني واضح عنده كل شيء، أموره واضحة، طريقة، مخطط لحياته. وهكذا ينتفع الناس بالعلم، حتى قال الشاعر: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، ولم يبن ملك على جهل وأقلال. ففي الحقيقة بادرة عظيمة وإن شاء الله تدوم. ورسالتنا إلى الشباب والجميع المثقفين أن يكونوا الرواد في الحضور لهكذا معارض، وأن يستفيدوا من هذا النتاج الذي هو في تحديث وجدة كل حين وكل آن. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ردنا تعرفون عن فيسكم دار النشر وأي دولة؟ دار رسلان سوريا. نحن دار نشر أكاديمية، بننشر كتب بالتاريخ، بالسياسة، بالاقتصاد، الرواية، الدراسة الأدبية والشعر. هاي المشاركة الأولى لنا هون بمعرض النجف. للأسف يعني كان شوي الإقبال ضعيف على المعرض، يمكن ما في إعلان كافي. بالعادة بنشارك بمعارض العراق، بغداد، دائما بنكون موجودين. الشعب العراقي شعب مثقف، بحب الثقافة. بس للأسف يعني كان شوي الإقبال ضعيف هاي السنة على المعرض. الانطباع اللي تولد عندكم من خلال مشاركتكم المشاركة الأولى، وإن شاء الله نقول أكو مشاركات أخرى؟ إن شاء الله في مشاركات أخرى. ما فينا يعني، هو المعرض كان شوي ضعيف، ولكن إن شاء الله في نشاط، والمهم هو تلاقح الأفكار، معرفة الدول، معرفة اليوم نتاجاتكم، وايضا للتعريف بدار نشر تبعكم. هو انا قلت لك ببدايه اللقاء انه الشعب العراقي شعب مثقف، يعني ما بيقرا نوع معين من الكتب وبيترك النوع الباقي. اكيد لازم يكون في تبادل ثقافات بين الدول، وهذا التبادل ما بيتم الا عن طريق الكتاب ومعرض الكتاب. ايضا من اروقه هذا المعرض هو هذا الجناح الخاص. السلام عليكم. عليكم السلام. حدثيني عن هذا الجناح. احنا هذا الجناح هو جناح مسيحي، لأنه كتبنا كلها من ضمن الكتاب المقدس مسيحية، هي تربوية اجتماعية نفسية، بس من ضمن سياق الكتاب المقدس. وبالنسبة لنا يعني هاي أنا وهاي صار ثاني مرة أشارك، ونشكر طبعا اللي دا يدعونا ودا نجي، إنه حتينا إنه بالأخير لازم المعرفة، المعرفة لأنه ممكن تسمع بس مو مثل ما تقرأ. فهي هاي مشاركة يعني حقيقة، والإقبال كان كلش حلو والتقبل، لأنه بالأخير إحنا عايشين كلتنا في بلد واحد، ولازم أنه أنا أعرف ما عندك وتعرف ما عندي، يعني هو هذا اللي يعني الهدف الحقيقي بالنسبة لنا، يعني إحنا كوجودنا هنا وكتبنا. يعني الحقيقة هذا المعرض يتيح فرصة لتقبل الآخر، للسماع من الآخر، ولتبادل المعلومة، ولتلاقح الأفكار بحب وود وسؤدد. هو أكيد، لأنه ما طول أكو استقبال وتقبل الآخر. أنه أنا مرات حتى أنا بصراحة دي من دي يشوفوني أول شيء دي يستغربون عبالهم أنا يعني لأن لبسي. أكيد هو احترام للمكان أول شيء، واحترام للي دعانا أكيد. وبعدين أنه أنا يعني من يشوفوني انه هيجي لابسه عبالهم اني مسلمه، بس لا، هو اني رغم لبسي بس هم متقبليني كلش، لانه بالعكس من دا يشوفوني مسيحيه يعني دا يشوفوها شيء غريب حتى دا يجوا. هل ستكون هناك مشاركات اخرى في الاعوام القادمه؟ طبعا اكيد، يعني بصراحه كل ما نقدم ويقبلونا احنا نجي اكيد. Thank you.
مشاهدينا الكرام، لازلنا نتجول وياكم في أروقة معرض الكتاب في النجف الأشرف، والتقي بالناقد الدكتور صباح عنوز. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، يعني المعرض من خلال لقائي ببعض الشخصيات أكدوا في هذه الدورة اختلف عن دوراته السابقة من ناحية العناوين ومن ناحية الشركات المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم، اختلف المعرض عن الدورات السابقة في تنظيم جيد، فضلا عن وجود الكتب التي كنا نبحث عنها في الدورات السابقة ولم نجدها. الآن حضرت الكتب من شركات مختلفة، فهناك تنظيم في الشكل وتنظيم في المعرفة أيضا، لأن الذين يشرفون على هذه الأماكن بالنسبة لمانحي الكتب عرفوا حاجة المثقف العراقي والنجفي معا. دكتور، سؤال يتواجد مع الجميع، كيف وجدتم الأسعار يعني أسعار الكتب؟ نعم، هناك أسعار غالية وعالية وهناك أسعار يعني هي، فمثلا أنا اشتريت كتبا لي كان سعر بخمسة دنانير ونصف. يكون بأي زمن؟ الآن خمسة دنانير ونصف؟ يعني الآن بخمسة آلاف خمسة آلاف؟ إيه، خمسة آلاف ونصف الآن، يعني لازلنا نسمي الألف دينار. مع أنه صادر من دار الشؤون الثقافية مثلا بعض الكتب لا، وجدتها بسعر أعلى وهي أيضا عائدة لي، فنحتاج إلى تخفيض الأسعار أيضا. يعني نحتاج دعم وزارة الثقافة؟ نعم، يجب أن يكون هناك دعم لوزارة الثقافة لكي تقلل الأسعار، لأن طلبة الدراسات العليا اليوم جاءوني وبحثوا عن مصادر، وحينما جاءوا إلى المعرض وجدوا المصدر ب12 دينارا. يعني هؤلاء طلاب لا يملكون هذه المبالغ، ومع ذلك اشترى بعض منهم كتبا والآخر كتبا أخرى، وأخذوا يتداولون الكتب فيما بينهم. يعني الذي يشتري هذا العنوان الآخر يشتري العنوان الآخر. دكتور، يعني اليوم نشاهد هكذا معرض في النجف الأشرف، مدينة العلم والثقافة والأدباء، هذا شيء يصدر لنا جيل قارئ؟ نعم، الذي لفت انتباهي أن هناك جيل من الشباب يبحثون عن كتب، وحينما تلمست ذلك مع القراء وجدتهم فعلا يبحثون عن معلومة جديدة التي يريدون أن يتطلعوا عليها، لأن هذا الجيل جبل على عملية الفهم عن المسكوت عنه، لذلك يبحثون عن كتب يريدونها هم بعينها. عين الناقد للدكتور صباح عنوز، كيف توجه نقدا إيجابيا أو سلبيا إلى هذا المعرض؟ لا يمكن أن يقدم أي معرض نقد سلبي، لأنه كل ما يقام هنا هو نقد إيجابي. لماذا؟ لأنهم يسهمون في تفعيل الكلمة وفي تفعيل الحراك الثقافي وفي تنشيط الذهن الشبابي، لأن الشباب بحاجة إلى مثل هذه المعارض لكي يتطلعوا أكثر وأكثر. أنا كل يوم أحضر هذه التظاهرة وهذا مهرجان الكتاب، واليوم آخر يوم. هو الحقيقة هذه المبادرة لهذه السنة أكثر تطورا من التجربتين السابقتين، توسع في جناح آخر للكتاب، يلحظ التنوع على هذا الكتاب، التنوع الديني، التنوع المذهبي، تنوع في كل مجالات الحياة، تنوع اجتماعي أيضا موجود في حضور هذا المجلس هذا وهذه
المظاهرة وتظاهرة. الأسعار يعني للأسف بها ارتفاع أعلى من السوق، والمفروض احنا سابقا كنا نحضر معارض كان فيها تخفيضات، يعني تخفيضات رسمية تكون، التخفيض يجذب القارئ، يجذب المتلقي، يجذب الطلاب التملك الكتاب، طلاب القراءة، يجذبهم التخفيض الأسعار. للأسف ما موجود، يعني أسعارهم حتى على أحيانا من السوق، يعني لولا بعض المكتبات مثلا اللي هي من سوريا ومن هذه الدول بها الطباعة رخيصة، يعني بها الكتاب وبها شوية رخيصة، والباقي لا، المطابع. وللأسف أنه مكتبات نجفية ما مشتركة به، وحسب الظاهر أن إيجار مرتفع هنا، حسب الظاهر إيجار مرتفع. أنا يعني سمعت أنه الإيجار حسب ما يقولون المكتبات تقريبا 2 مليون دينار، يعني باليوم 200 دينار، وهذا قد يكون بعض المكتبات يقول لك أنا ما أقدر أطلع هذا المبلغ. بهذا أشياء كثيرة يمكن واحد أن يقراها في هذا المعرض، ولكنه مهما كان المعرض جميل ورائع، وهو مظاهرة اجتماعية رائعة جدا، وموفقين إن شاء الله. التنوع الموجود في هذا المعرض لفت نظري، وهناك الكثير من شبابنا اللي اتجاههم على الكتاب بعكس ما أشيع بأنه الكتاب أصبح بعيد عن متناول الشباب والشابات أبنائنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونكم؟ وما أخذ من وقتكم؟ حدثني عن المعرض، وجودك في المعرض اليوم لازم بيدك كتاب. يعني السلام عليكم. بالبداية أنا أشكركم وأشكر قناتكم لتغطية هيك فعالية في محافظة النجف الأشرف. النجف هي مدينة العلم والأدباء، مدينة الإمام علي عليه السلام، اللي تتميز بوجود المراجع ووجود الخطباء. اليوم إحنا نحتاج إلى أكثر من معارض من النجف للكتاب ودعم الثقافة، خاصة في إحنا في مرحلة الانتقال من جيل إلى جيل، من معرفة إلى معرفة. بصراحة كلش حلو الموضوع، وأتمنى أنه يتجدد، يطول المدة، مدة مالت أسبوعين أو أسبوع ونص قصيرة جدا إن شاء الله. هاي صوتكم يوصل للمعنيين. أيضا عزيزي، هناك من يقول بأنه الكتاب أصبح بعيدا عن متناول يد الشباب بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وهوستها والسوشيال ميديا والمواضيع الموجودة، فيقولك بسهولة تناول الموضوع من المواقع بدل الكتاب. لا، اليوم ما شاء الله شفنا شبابنا بهذا المعرض يختلف. شو لا بعد، لا زال الكتاب يعني إلى روادة، إلى قراءة، إلى الناس اللي تحب الكتاب. يعني أعتقد هاي المعلومة مغلوطة، يعني بأنه السوشيال ميديا أو حتى الكتب الإلكترونية اللي هي البي دي اف تمام ما تحل محل الكتاب، لا مستحيل. ومثل هيك معارض يعني مهمة،
رفد الثقافة، وهو شفنا مبادراتها من المعرض، من وزارة الشباب والرياضة، من غير جهات تدعم القراءة من خلال توزيع مبادرة يعني قسيمة مجانية لشراء الكتب. فهو هذا شيء مهم، وإن شاء الله نتمنى بأنه تستمر هذه النسخ لمعارض الكتاب، والله يوفق الجميع إن شاء الله. هناك من يقول بأن قراءة الكتاب لذة تختلف عن البي دي اف وغيره. هو اكيد طبعا يعني هي مجرد لمسه، اكو ناس تتلذذ بلمسه هاي الورقه يعني حتى اذا اكو بعض القراء ما يحب الاوراق الملونه اللي قاعد، يحب هذا القديم الورقه اللي تصير سمراء، فإلى فد يعني إلى لذه ثانيه، معنى ثاني، يسوي لك واهس بصراحه، يسوي لك واهس للقراءه. نعم، نحن متخصصين بكتب الأطفال وأيضا كتب الخط العربي واللغة العربية والوسائل التعليمية للأطفال، وعندنا كتب في المناهج الخاصة زي الحساب الذهني والمنتسوري. العناية بفكر وثقافة الطفل تحتاج لها فد تخصص؟ أكيد طبعا، وتربويين يعني معدي الكتب عندنا مؤهلين، حايزين على جوائز وحايزين على رسائل دكتوراه في الكتب المعدة عندنا. طريقة اقتناء هذا الكتاب يعني أنتم بالنسبة لكم جدول مخلين فد برنامج خاص لأنواع الكتب لطريقة عرضها؟ أكيد طبعا، في قسم الإعداد وقسم الطباعة وقسم المونتاج، أقسام كثيرة يمر عشان يخرج الكتاب للنور زي كما ترون هكذا يعني. كيف شاهدتوا الإقبال على هذا الجناح؟ والله الحمد لله الإقبال جيد، والشعب العراقي شعب قاري يعني. أنا جيت ويا أختي المعرض الكتاب لأن الكتب مالتهم كلش حلوة. Thank you.
وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام تغطيتنا واللي كانت خاصة عن معرض النجف الأشرف الدولي للكتاب بدورته الثالثة. تعرفنا من خلال فقرات هذه التغطية على أروقة هذا المعرض، أجنحته، دور النشر المشاركة، ما لهذا المعرض وما عليه. أتمنى تكون هذه التغطية قد نالت رضاكم. إلى تغطيات أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.